شهد الأسبوع الأول من فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لهذا العام إقبالاً كبيراً من زائرين. حيث تنوعت الفعاليات ما بين ندوات ولقاءات وورش عمل. أبدأ هذا اليوم اللي احنا بنعتبره يوم عظيم من أيام مكتبة الإسكندرية، لأن أنا مستضيف فيه قامة كبيرة جدا من قامات الفكر والأدب والثقافة في العالم كله في الحقيقة، وليس في مصر وحدها. هو الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، بنسعد بلقائه هذا اليوم. يبزغ الشيء في الحلم أو في الحقيقة بعد غياب طويل، ويفاجئنا بتفرده وهو ملقا وقد نبت العشب من حوله وتوحش فيه زمان جميل. الضرر الحقيقي اللي بدأ يعمل حقيقي إحساسنا بالمشكلة الخاصة بالجائحة الاقتصادية الجديدة هو إن القمح إحنا نعتبر رقم واحد في استيراد القمح على مستوى العالم. المادة 15 بنتكلم عن جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، أنا تعديت هذا الحق، أنا قلت إن برضو في الجزئية ديت فيها عقوبة جنائية. هيئة الخدمة العامة أو مؤسسة الخدمة العامة بشكل عام الإعلامية العالم كله بيمولها، ودافع الضرائب بيمولها، لازم تبقى عشان أمور كتيرة متعلقة بفكرة أن هناك إعلام وفي منافسة من غير إعلاميين. تستمر فعاليات البرنامج الثقافي المصاحبة للمعرض في شتى المجالات الثقافية والفنية والأدبية حتى 26 يوليو الجاري.